السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا طلبة ثانوية عامة علم علوم لغات؟ النهاردة إن شاء الله بداية شرح منهج البيولوجي لتالتة ثانوي. في البداية كده بس يعني عايز أقول لكم إن لأول مرة هنشرح بيولوجي، بالنسبة لنا كطالب الطب يعني لما نيجي نشرح بيولوجي هي أسهل من العربي، لأن في العربي بنقعد نترجم بقى ونقعد نقول زند وكعبرة ومفصل ومش عارف إيه، لكن هنا الدنيا سهلة والسبورة في 5 دقايق تتحضر والدنيا لذيذة خالص إن شاء الله، علشان ده اللي إحنا بنكرره طول الوقت في الكلية. فإن شاء الله بإذن الله شباب تستمتعوا معانا في الشرح، وبرضو أحب أعرف رأيكم ان شاء الله بعد الحصه في الشرح بتاعنا. النهارده باذن الله معانا السكيليتال سيستم، هناخد حاجه اسمها الاجزيه السكيليتون مع بعض، ولكن بقى نتعود كده قبل البدايه الانترو. في البداية كده شباب حابين نتعرف على ضيف القناة واللي هيلازمنا ان شاء الله طول الشابتر الاول، طول ما احنا شغالين في السكيلتال سيستم وخصوصا يعني في السكيلتون، وهو لذيذ لذيذ دوت، هو فعلا لذيذ حتى. بصوا قمر بصوا، هنتعرف على البونز كلها معاه ان شاء الله علشان تبقى انت شايف اللي بيحصل وعارف البونة دي موجودة فين وعاملة ارتكيوليشن مع البونة التانية ازاي وعارف الكارتليج فين وكل الكلام ده، تمام؟ فالنهاردة باذن الله هنتعرف على السكيلتال سيستم. شباب السكيلتال سيستم هو ايه اصلا في جسمنا؟ ديت مجموعة اللي موجودة في جسمي اللي بتديني السبورت وكمان بتساعدني على الموفمنت. بمعنى يا دكتور بص يا باشا، دلوقتي السكيلتال سيستم عبارة عن اول حاجة البونز، كل البون اللي موجود في جسمي، ان بتوين البونز عندي حاجة اسمها كارتليج. لما بونة تيجي تعمل ارتكيوليشن مع بونة تانية لازم يكون في حاجة كده سوفت تيشو موجود بين التو بونز اسمه كارتليج. الكارتليج دوت ده بيبريفنت الفريكشن بين البونة والتانية. فانا كده خدت حاجة اسمها بونز، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل. بونز بنسميه السكيلتون. السكيلتون ده هو كل البون اللي موجود في جسمي، وقلنا ان ما بين البونة والتانية حاجة اسمها كارتليج، وده سوفت تيشو. بيعمل ايه السوفت تيشو؟ سوفت تيشو علشان البون لما تيجي تعمل موفمنت مع بونه ثانيه او تعمل ارتكيوليشن ما يحصلش فريكشن بين التو بونز، خلاص ده كده الكارتليج. وبالتفصيل هناخده ان شاء الله. انا كده خدت اول حاجه السكيلتون اللي هو عباره عن البونز بتاع البادي كلها، تاني حاجه خدت الكارتليج بين البونه والثانيه بيبريفنت الفريكشن، تالت حاجه يا شباب الارتكيوليشن بين تو بونز او اكتر اسمه جوينت، تاني الارتكيوليشن بين تو بونز او اكتر اسمه جوينت. يبقى انا كده خدت ايه؟ خدت السكيلتون البونز اللي في جسمي كلها، اخدت حاجه اسمها الكارتليج ده بيبريفنت الفريكشن مهم جدا جدا جدا، خدت الارتكيوليشن بين بونه والتانيه سواء هما واحده او اتنين او تلاته او اكتر يعني اسمه جوينت. اسمه ايه؟ جوينت. حلو جدا. طيب هو يا دكتور الموفمنت بتاع البونه بتحصل ازاي؟ بص يا حبيب قلبي، الموفمنت بتاع البونه ان بيكون في حاجه على البونه اسمها ماسل، ماسل اللي هي الميت اللي انت بتاكلها، خلاص ماسل لحمه يعني، ماشي. الماسل دي يا شباب بتعمل حاجه اسمها كونتراكشن وريلاكسيشن. كونتراكشن ريلاكسيشن بمعنى كونتراكشن ريلاكسيشن كونتراكشن ريلاكسيشن. حلو جدا. لما الماسل تعمل كونتراكشن بتقوم شده البونه، فبتشد البونه تقوم تعمل حركه في الجوينت، خلاص كده. فيا شباب اللي بيحرك البونه اللي بيشد البونه هي الماسل. المصل لما تعمل كونتراكشن تشد البونه. طب دكتور كده المصل تعمل كونتراكشن تشد البونه معنى كده ان المصل لازم تكون ماسكه في البون؟ 100 100. انا بقى عايز اكلمك عن الاتاشمنت بين المصل اند بون. الاتاشمنت يا شباب بين المصل اند بون اسمه تندون. تندون خلي بالك انا كده لسه بقول لك مقدمه جنرال، يبقى اقدم لك الدرس خلاص. الاتاشمنت بين المصل اند البون اسمها ايه؟ اسمها تندون. وبص بقى عشان نكون كده على نور مع بعض يعني ان شاء الله، اول ما اقول لك تندون تفتكر اشهر تندون في جسمك اسمه اكيليس تندون. حلو قوي. طيب كده انا خدت البون جنرالي، واخدت الجوينت الارتكيوليشن بين تو بون، واخدت الكارتليج اللي هو بيبريفنت الفريكشن بين تو بون ديورنج موفمنت لما يجوا يعملوا موفمنت مع بعض، بعد كده اخدت الماسل والاتاشمنت بتاعها مع البونه بسميها التندون، قلت لك تفتكر حاجه اسمها اكيليس تندون. حلو قوي. طيب البون ماسكه في البونه الثانيه بحاجه اسمها ليجامنت، مهم جدا جدا جدا. حاجه اسمها ايه؟ ليجامنت. وزي ما قلت لك التندون اللي كان بيعمل اتاشمنت بين الماسل اند بون، بقول لك الليجامنت بيعمل اتاشمنت بين البون اند اذر بون او انذر بون، خلاص. يبقى الاتاشمنت بين تو بونز اسمه ليجامنت. طيب اتاشمنت بين ماسل اند بون اسمه تندون. انا كده خدت التندون والليجامنت، اوعى تتلخبط تفتكر لما اقول لك تندون تفتكر يا دكتور اكيليس تندون، نعرف مكانه ان شاء الله بالتفصيل.
خلاص يعني ده بتاع عضله اسمها جاستروكليمس، ناخدها ان شاء الله بالتفصيل مع بعض. طيب الاتاتشمنت بقى يا دكتور بتوين تو بون، اي تو بون في جسمي، اي تو بون في جسمي، اي اتنين بون في جسمي او اللي بيعمل اتاتشمنت بين الاثنين حاجه اسمها ليجامنت. ليجامنت طيب زي ما قلت لك التندون، اول ما اقول لك تندون تفتكر اكيليس تندون، برضو اول ما اقول لك ليجامنت تفتكر حاجه اسمها كروشيت ليجامنت موجود في الني جوينت، حاجه اسمها ايه؟ كروشيت ليجامنت. كروشيت ليجامنت بالعربي اسمها الاربطه الصليبيه. خلاص كده، فكده يا شباب احنا خدنا الكومبوننتس بتاع السكيليتال سيستم. اول حاجه هي البونز بتاع جسمي، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل كلها، السنترال والبريفرال. خدت بعد كده اللي بين الاثنين بون او اي اثنين بون لو هيعملوا ارتكيوليشن بيبقى بينهم حاجه اسمها كارتريدج علشان يبريفنت الفريكشن. بعد كده اخدت المسل لما يحصل اتاتشمنت مع البون، اللي بيعمل اتاتشمنت بين المسل والبون حاجه اسمها التندون، وقلت لك افتكر جدع اكيليس تندون. بعد كده اخدت اللي بيعمل articulation او اللي بيعمل attachment between bone and another bone حاجه اسمها ligament. خلاص طيب الارتكيوليشن نفسه بقى، السايت بتاع الارتكيوليشن نفسه between two bones او اكتر اسمه ايه؟ اسمه joint. كده خدت ايه؟ كده خدت البونز، خدت الكارتليج، خدت الليجمنت، خدت التندون، خدت الجوينت. تمام يلا بقى كده نبص بصه سريعه كده على لذيذ علشان نبدا فين. هنبدا حاجه حاجه. احنا قلنا عندنا سكيلتون، عندي كارتليج، عندي تندون، عندي ليجمنت، عندي جوينت، هناخد كل حاجه منهم بالتفصيل. طيب نبدا يا شباب مع السكيلتون اللي هو ايه؟ اللي هو البونز اللي في جسمك كلها. طيب قال لك علشان ندرس السكيلتون ما ينفعش ادرسه بشكل عام كده، ما ينفعش اقول لك مثلا دي اسمها هيومرس ودي اسمها مش عارف كلافيكل ودي وده اسمه ريب ودي اسمها استرنم ودي مثلا السكال. ما ينفعش ما ينفعش، لازم يا شباب اعدي على السكيلتون واقسمه علشان اعرف ادرسه. تمام قال لك طب هتقسمه ازاي؟ قال لك سهله جدا، هقسمه حاجات في السنترال بتاع البودي، حاجات في السنترال بتاع البادي، حاجات في السنترال بتاع البادي، وحاجات في البريفري بتاع البادي او في البريفرال بتاع البادي. تاني هقسم السكيلتون استراكشر موجوده في السنترال بتاع البادي واستراكشر تانية موجوده في البريفرال بتاع البادي. عظمه. طيب قال لك هسميهم اسم لذيذ كده، خلي بالك ده برضه اسمه لذيذ اوعى تنساه. الحاجات اللي في السنترال بتاع البادي يا شباب اي استراكشر اي بون موجود في السنترال بتاع البادي هسميه اكزيال سكيلتون. تاني يبقى الاكزيال سكيلتون ده عباره عن البون اللي موجود فين؟ في السنترال اوف ذا بودي. خلاص طيب الحاجات اللي موجوده في البريفرال بتاع البودي سواء الابر ليمبس او اللور ليمبس هسميها ابنديكولار سكيلتون. تاني عندي يا دكتور حاجات في السنتر بتاع البودي اسمها ايه؟ اسمها اكزيال سكيلتون. حاجات في البريفرال بتاع البودي اسمها ايه؟ اسمها ابنديكولار سكيلتون. حلو قوي. طيب دلوقتي النهارده ان شاء الله اللي هناخده النهارده هناخد يا دكتور هناخد الاكزيال سكيلتون. تمام يعني يا دكتور انت هتشرح لي النهارده ان شاء الله البون اللي في السنترال بتاع البادي بالظبط. تاني بقى الدرس كله لحد دلوقتي قلنا ايه؟ ولا معلومه ولا حاجه تهمك خالص. انا كل اللي قلته مقدمه عن السكيليتال سيستم بشكل عام، عباره عن بون والبونه مع البونه بينهم كارتليج عشان يبريفنت الفريكشن. البونه ماسكه في البونه بحاجه اسمها ليجامنت، في ماسل على البونه ماسكه في البونه بحاجه اسمها تندون. بعد كده يا شباب المكان اللي بيحصل فيه ارتكيوليشن بين اتنين بون او اكتر حاجه اسمها جوينتس، وقلنا نبدا ناخد السكيلتون بالتفصيل. تمام علشان ندرس السكيلتون لازم نقسمه حاجات في السنترال اوف ذا بودي وحاجات في البريفرال بتاع البودي. الحاجات اللي في السنترال يا شباب هسميها اكزيال سكيلتون، لكن الحاجات اللي في البريفرال هسميها ابنديكولار سكيلتون. الحصه بتاعتنا النهارده امتى؟ الحصه بتاعتنا النهارده تبدا من بدايه الاكزيال سكيلتون. تمام النهارده اشرح ايه الاكزيال سكيلتون. حلو قوي. طب يا دكتور معلش كده هو ايه الاكزيال سكيلتون؟ يعني انا عرفت خلاص ان الاكزيال سكيلتون دي عباره عن البون اللي موجوده في السنترال بتاع البادي، ماشي؟ عباره عن ايه بقى الاكزيال سكيلتون ده؟ يعني لو بصيت على السنترال بتاع البادي هشوف ايه؟ بص بص عليا، بص على نفسك. اول حاجه هتبص على السنترال، في السنترال بالظبط هتلاقي السكال، السكال دي في السنترال، خلاص؟ طيب انزل تحت شويه هتلاقي الثوراسيك كيج، الثوراسيك كيج، الثوراسيك كيج. طيب ارجع ورا شويه هتلاقي، او ارجع ورا يعني خلاص هتلاقي الفيرتبرال كولن. بص على لذيذ، احنا بنتكلم فين؟ في السنترال بتاع البادي. اول حاجه السكال، بعد كده الثوراسيك كيج، الثوراسيك كيج، صح ولا ايه؟ طب ارجع ورا كده هتشوف الفيرتبرال كولن، صح ولا ايه؟ في السنترال ده، سنترال السنترال ده اصلا بنسميه بالعربي محور المحور، انا اللي بسميه الاسم ده، يعني هو اصلا في المنتصف بالظبط. فيا شباب عندي الاكزيال سكيلتون، السكال، الثوراسيك كيج، والفيرتبرال كولن. خلاص طيب واحده واحده هنبدا ناخد كل حاجه فيهم. احنا فين؟ احنا في الاكزيال سكيلتون. هاخد السكال، بعد كده هاخد الفيرتبرال كولن، بعد كده هاخد الثوراسيك كيج. تمام تمام يا شباب. طيب خلي بالك انا هشرح على لذيذ، بعد كده نشوف الكلام على السبوره والاسئله، ماشي؟ طيب دلوقتي انا عايز ادرس السكال، هعمل فيها ايه؟ هدرسها برده كده؟ قال لك لا،
اي حاجة في البون عشان تدرسها لازم تقسمها. السكال دي هقسمها ازاي؟ قالك والله السكال دي ينفع تقسمها قدام كده؟ قالك لا، يعني في حاجات متماثلة ما ينفعش تقسمها، مناخيرك مثلا تقسمها ما فيش، ما ينفعش، خلاص؟ قالك السكال هقسمها ازاي؟ هقسمها كده يا شباب. ماشي؟ هقسمها الانتيريور بارت، انتيريور بارت وبوستيريور بارت، وبوستيريور بارت اهو. هقسمها انتيريور بارت وبوستيريور بارت، حلو. طب كده انا حاطط ايه فين دكتور؟ انت كده حاطط ايدك على الفيس بتاعك، حلو. فايه رايك لو سميت الانتيريور بارت ده الفيشيال بارت؟ عظيم عظيم. يبقى احنا بنتكلم فين؟ بنتكلم في السكال اللي في الاكزيال سكيلتون. الاكزيال سكيلتون اللي هو الدرس بتاع النهارده عباره عن السكال والثوراسيك كيج والفيرتيبرال كولم. سكال ثوراسيك كيج فيرتيبرال كولم. بنبدا نشرح فين؟ بنبدا نشرح في السكال. عظيم جدا جدا جدا. خلي بالك بقى دلوقتي السكال اقسمها كده، قالك لا هنقسمها كده اهو زي ما انا واقف كده ولذيذ واقف. هقسمها انتيريور بارت وبوستيريور بارت. والانتيريور بارت ده يا شباب هو في الفيس، او هو في الفيس يعني. فايه رايك لو سميته فيشيال بارت؟ عادي، عظمه. طيب البوستيريور بارت يا شباب، البوستيريور بارت بقى يا شباب ده هو ماشي. البوستيريور بارت بيسموه سيريبرال بارت. كلمه سيريبرال، سيريبرال دي صفه للبرين. البرين الصفه بتاعته اسمه سيريبرم، سيريبرم. فلو قلت لك سيريبرال بارت تعرف ان انت كده في البوستيريور بارت. تاني السكال انتيريور بارت بوستيريور بارت، كل واحده بتتسمى بالحاجه اللي موجوده فيها. الانتيريور بارت في الفيس صح ولا ايه؟ فهسميه فيشيال. طب البوستيريور بارت، البوستيريور بارت نعرف دلوقتي ان شاء الله يا شباب ان هو فيه البرين، فهسميه سيريبرال بارت. حلو، يبقى كده الانتيريور بارت فيشيال والبوستيريور بارت سيريبرال. عظم. طيب بص بقى يا باشا، السكال دي كام بون؟ قال لك والله الانتيريور بارت ده هو 14 بون، 14 بون، 14 بون. اما البوستيريور بارت 8 بون، 8 بون. حلو قوي. حاجة مهمة جدا نعرفها على الصبر ان شاء الله دلوقتي يا شباب، البونز بتاع السكال يا شباب احنا بنقول مثلا دول 14 ودول 8 ماشي. هل هم سايبين من بعض؟ لا، هم لازقين في بعض. خلاص ناخد ان شاء الله في الجوينت حاجه كده مهمه، يعني ناخدها ان شاء الله في الجوينت لما نيجي ناخد جوينت. في جوينت بيتحول لجوينت تاني، اه ده في السكال، هناخد ان شاء الله في الجوينت بالتفصيل. المهم يعني دلوقتي ان السكال انتيريور بارت بوستيريور بارت. الانتيريور اسمه فيشيال، البوستيريور اسمه سيريبرال. عظيم. طيب البوستيريور ده كام بون؟ البوستيريور ده اهو 8 بون، الانتيريور 14 بون. جميل. طيب بص كده، عايزك توصف لي الانتيريور بارت اللي هو الفيشيال بارت. والله يا دكتور الفيشيال بارت دهوت انت قلت لي ان هو عباره عن 14 بون وبيكونسيست اوف الفيشيال بون، الفيشيال بون، الابر اند اللور جو، الابر اند اللور جو، الابر اند اللور جو، البوزيشن بتاع السنسيشن. تاني البوزيشن بتاع السنسيشن، باخد السنسيشن منين؟ السايت من الايز فروم يور ايز، السمال فروم يور نوز، الهيرنج فروم يور ايرز. تاني ركز معايا، باخد السكال الانتيريور بارت او الفيشيال بارت. الفيشيال بارت بيكونسيست اوف ايه؟ هو عباره عن 14 بون. ال 14 بون دول بيعملوا ايه؟ عباره عن الفيشيال بون، الفيشيال بون، الابر اند اللور جو، ابر اند اللور جو، بعد كده البوزيشن اوف السنسيشن، الايز علشان السايت، بعد كده النوز علشان السمل، بعد كده الايرز علشان الهيرنج. خلاص كده زي الفل، انا كده خدت ايه؟ كده خدت الانتيريور بارت. طيب البوستيريور بارت، والله البوستيريور بارت سهل جدا جدا. قالك البوستيريور بارت عباره عن 8 بون، كل الوظيفه بتاعته ان هو بيعمل كافيتي، بيعمل كده شبه بوكس يا شباب. ليه؟ علشان يحمي البرين، لان البرين موجود جواه. خلاص يبقى البرين موجود فين؟ موجود في البوستيريور بارت، في البوستيريور بارت. حتى سميناه من شويه ايه؟ سميناه من شويه دكتور السيريبرال بارت. يبقى انا كده خدت الفيشيال بارت والسيريبرال بارت. عظيم عظيم جدا. طيب عندك بقى حاجه فيري 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 امبورتانت في اللور سيرفيس بتاع البوستيريور بارت. عندنا شويه حاجه اسمها الفورامين ماجنم، الفورامين ماجنم. فورامين يعني هول او فتحه. خلاص الفورامين ماجنم ده شباب موجود في اللور سيرفيس بتاع السيريبرال بارت. ليه بقى؟ مش البرين يا شباب، البرين بيكونتينيو از السباينال كورد، بعد كده السباينال كورد ده يعدي في الفيرتبري، صح؟ هنعرفها ان شاء الله مع بعض. المهم يعني اللي عايزك تعرفه ان البرين بيكمل كسباينال كورد. حلو كده؟ حلو قوي. طب هيكمل ازاي كسباينال كورد؟ لازم يكون في هول كده او فورامن او خرم موجود في السيريبرال بارت عشان يعدي منه السباينال كورد ويكمل في الفيرتبرال كولم. يبقى لو قال لك الفورامن ماجنم موجود فين؟ موجود في السيريبرال بارت. وظيفته ايه؟ علشان السباينال كورد يباث ثرو ات.
خلاص زي الفل كده خدنا مين؟ كده خدنا الجمجمة. نتكلم على السبورة بعد كده نرجع نشوف السباينال كورد يا شباب او الفيرتبرال كولم. خلاص يلا بينا بسم الله الرحمن الرحيم نرجع اللي احنا خدناه بسرعة كده. ركزوا معايا. والله يا دكتور كل اللي انت قلته السكيلتال سيستم عبارة عن ايه؟ اول حاجة عبارة عن بوني سكيلتون السكيلتون بتاعنا اللذيذ اللي على لذيذ فعلا يعني. والسكيلتون بتاعنا يا شباب عبارة عن 206 بون 206 بون 206 بون. خلاص كده؟ طيب قلت لكم يا حلو من شوية ان البون اللي في السنتر بتاع البادي هنسميها اكزيال سكيلتون. ماشي؟ الاكزيال سكيلتون ده هو عبارة عن 80 بون. خلاص الابنديكولار بقى اللي هو اللي موجود في الابر لمبس والشولدر جيردل واللور لمبس والبلفيك جيردل عباره عن كام؟ الباقي باقي ال 206 ماينس 80 يطلع لنا 126 بون. خلاص كده انا عندي الابنديكولار 126 اما الاكزيال ده عباره عن 80 بون. خلاص ده كده ايه؟ ده كده السكيلتون عباره عن ايه؟ عباره عن بونز وخدناها على لذيذ. بعد كده اللي موجود يا شباب ان بتوين البون علشان يبريفنت الفريكشن حاجه اسمها الكارتليج. هو ده بصوا كده ادي البونه اللور سيرفيس بتاعها يا شباب عند الجوينت مغطيها كده فيري ثين لاير من حاجه اسمها الكارتليج. كارتليج ليه يا دكتور؟ علشان يبريفنت الفريكشن. تمام؟ لان لو في فريكشن بين العظام وبعضها او بين البون وبعضه هيحصل تاكل للعظام. تمام؟ طيب بعد كده اخدت الاستراكشر اللي بيعمل كونكشن بتوين تو بون ادي البونه ودي الثانيه اللي بيربطهم في بعض كده حاجه اسمها ليجامنت. بعد كده عندي والله مصل ماسكه في البون او الاتشمنت بتاعها في البون بحاجه اسمها التندون. بعد كده اللي بيجمع كل دول المكان او السايت اللي فيه الارتكيوليشن بتاع البون حاجه اسمها الجوينت. خلاص قلنا هناخد كل دول بس هنبدا بحاجه اسمها البوني سكيلتون. تمام؟ طيب البوني سكيلتون ده لذيذ اللي احنا لسه شايفينه هنقسمه والله حاجات في السنترال وحاجات في البريفرال. ماشي؟ الخطين الحمر دول الحاجات اللي في السنترال. ايه هم الحاجات اللي في السنترال؟ اول حاجه عندك السكال اللذيذه ادي السكال. بعد كده عندك الثراسك كيج. بعد كده عندك الفيرتبرال كولم. تمام؟ ودول موضوعنا النهارده، ده اللي هناخده النهارده بعد كده ان شاء الله نخلص الحصه. تمام. بعد كده الابنديكولار سكيلتون اللي هم 126 عباره عن ايه؟ عباره عن الابر لمب اليمين والابر لمب الشمال وحاجه اسمها شولدر جيردل، حاجه اسمها بيلفيك جيردل وحاجه اسمها اللور لمبس. ناخدهم برده ان شاء الله بالتفصيل، بس ركز معايا النهارده موضوعنا الاكزيال سكيلتون. تمام؟ تمام. الاكزيال سكيلتون عباره عن ايه؟ عباره عن سكال، ثراسيك كيج، فيرتبرال كولم. يلا بينا ناخد السكال. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لك عشان ناخد السكال لازم نقسمها. هنعدي برده خط احمر كده في نص السكال، قلت لك هنقسم السكال كده، ما ينفعش تقسمها كده، لا لازم تتقسم كده، ماشي؟ هنقسمها لي انتيريور بارت وبوستيريور بارت. تمام؟ والانتيريور بارت ده فيه الفيس فقلت لك ممكن نطلق عليه عادي جدا الفيشيال بارت. البوستيريور بارت فيه السيريبرم البرين فقلت لك ممكن نطلق عليه حاجه اسمها السيريبرال بارت. خلاص كده؟ طيب بص يا باشا قلنا في الانتيريور بارت او الفيشيال بارت ده عباره عن كام بونه؟ لسه قايل من شويه ان هو عباره عن 14 بون، صح ولا ايه؟ طيب بي كونسيست اوف ايه؟ بي كونسيست اوف اول حاجه الفيشيال بون لانه اصلا الفيس. بعد كده الجوز التو جوز الابر جو اند اللور جو. بعد كده البوزيشن اوف السنس هم البوزيشن اوف السنس اللي في وشك. اول حاجه السايت عن طريق الايز الكافيتي بتاع الاي. بعد كده السمال عن طريق النوز بعد او النزل كافيتي يعني. بعد كده الهيرنج عن طريق الايرز. دول كلهم فين؟ دول كلهم في الانتيريور او الفيشيال بارت. خلاص كده زي الفل. طب ايه كمان يا دكتور؟ تعال بقى ناخد البوستيريور بارت او السيريبرال بارت. السيريبرال بارت ليه؟ عشان فيه البرين، والبرين بقول عليه يا شباب البرين بقول عليه السيريبرم. تمام؟ عظمه عظمه عظمه. طيب قلت لك الانتيريور بارت عباره عن 14 بون، البوستيريور بارت عباره عن كام؟ عباره عن 8 بون. وال 8 بون يا شباب حاجة مهمة جدا جدا ماسكين مع بعض يا شباب بحاجة اسمها السوتشر. خلي بالك كده ركز معايا. السوتشر ده عارفين يا ولاد المنشار، اسنان المنشار ماشي، لو حطيت اسنان منشار على بعضها يعملوا ازاي؟ هيعشقوا في بعض كده اللي هو هيعملوا كده. خلاص البونز بتاع الجمجمة يا شباب فيها اسنان منشار كده. خلاص هوريها لكم دلوقتي حالا بصورة. ماشي ماسكين مع بعض كده بفيري هارد جوينت. ليه بقى؟ عشان يبروتكت البرين اكيد يعني. خلاص علشان ما يبقاش في فرصه ان هم يحصل بينهم ديسلوكيشن او اي فراكشر يعني. خلاص حلو قوي. بقول لك ان هم بيفورم كافيتي اللي هو الايت بون دول بيعملوا كده شبه كافيتي او بوكس علشان يبروتكت البرين انسايد.
خلاص. طيب قلنا كمان يا شباب ان عندي حاجه اسمها الفورامين ماجنم اللي هو هول كده موجوده في قاع السيريبرال بارت علشان يعدي منها السباينال كورد اهو. فورامين ماجنم ان ذا بيز اوف ذا سكال ثرو ويتش سباينال كورد باس، ده المنطقه اللي بيعدي منها السباينال كورد. خلاص عظيم عظيم عظيم. طيب لو قلت لك بقى النمبر اوف البون في السكال كلها، تمام السكال كلها كام بونه؟ تقول لي والله دكتور سهله خالص، اول حاجه 14 بعد كده 8، والله 14 بلس 8 يبقى كام؟ 22 صح؟ لا غلط. ليه بقى؟ قال لك عندي حاجه اسمها الميدل اير بونز. شباب الاير بتاعتنا حاجه اسمها اكسترنال اير، حاجة اسمها ميدل اير، حاجة اسمها انر اير. خلاص ده حاجات صعبة جدا في كلية الطب بقى ان شاء الله، اللي ربنا يكرمه ممكن ان شاء الله يخش طب يبقى يستمتع بالحاجات دي، تمام؟ المهم يعني الميدل اير يا شباب انا عندي طبعا تو ايرز، ادي اير وادي اير. الاكسترنال اير جواها بشوية الميدل اير اللي فيها الاير درام، بعد كده عندي الانر اير. الميدل اير بقى اللي في النص يا شباب فيها ثلاثة بونز، واحدة اسمها ميلس والتانية اسمها انكس والتالتة اسمها ستيبز ومش عندك. ماشي بس اللي عايز يعرفهم يعني يتفزلك بيهم، ميلس انكاس ستيبز، ميلس انكاس ستيبز. خلاص وخلي بالك ذا سمولست بون ان ذا بودي از ستيبز، اللي هي واحده من البونز بتاع الميدل اير. خلاص زي الفل. طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك الكلام ده عشان اقول لك ان انت عندك في الميدل اير ناحيه الرايت 3 بونز، وفي الميدل اير برضو ناحيه الليفت 3 بونز برضو. دكتور تقصد تقول لي انك هتجمع 3 بونز اللي في الرايت وال3 بونز اللي في الليفت يبقى كده 6، وبعدين تقوم جامع ال22 بلس 6 يطلع لي كده ان البون بتاع السكال كلها كلها 28؟ بص احنا على الطريق الصح بس لسه مش 28. ايه يا دكتور ايه تاني؟ قال لك يا باشا عندك بونه كده موجوده في المنطقه دي كده اسمها الهايويد بون. الهايويد بون دي بنجمعها على ال28 يطلع البون بتاع الجمجمه 29 بون، وده الرقم الصحيح يا شباب. نمبر اوف البون ان ذا سكال 29 بون. كده الحمد لله خلصنا السكال، يلا بينا نخش على الفيرتبرال كولمن وهو امتع بكتير. طيب يا دكاترتنا الصغيرين يلا بينا ناخد حاجه اسمها الفيرتبرال كولمن. الفيرتبرال ايه؟ كولمن. خلي بالك زي ما خدنا برضو السكال وقسمناها ناخد برضو الفيرتبرال كولمن ونقسمه. لا لا رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ ايوه اقعد مكانك كده. هنقسم يا اولاد الفيرتبرال كولمن برضو الى ريجون علشان او ريجونز يعني علشان نعرف ندرسه كويس. قال لك والله المنطقه دي المنطقه دي المنطقه دي بنسميها سيرفايكال ريجون. سيرفايكال ريجون ركز معايا في الاسامي، سيرفايكال ريجونز ماشي. منطقه الشيست، منطقه الشيست او الثوراسيك كيج، مش هنا ده الثوراسيك كيج. قال لك هنسمي المنطقه دي ثوراسيك ريجون، سهله خالص. حلو بعد كده تلاقي المنطقه دي اللي هي قصاد بطنك هنسميها اللامبر ريجون. اللامبر ريجون بعد كده هتلاقي حاجه اسمها السكرم وحاجه اسمها الكوكسكس، تمام؟ حاجه اسمها السكرم وحاجه اسمها الكوكسكس. خلي بالك ركز معايا كده، نجيب بقى الفيرتبرال كولمن بتاعنا ونشوف بقى الريجونز اللي عليه. اول حاجه هتلاقي السيرفايكال ريجون، السيرفايكال ريجون بعد كده الثوراسيك ريجون، الثوراسيك ريجون بعد كده اللامبر ريجون بعد كده حاجه اسمها السكرم، السكرم او الساكرال ريجون بعد كده الكوكسكس او الكوكسجيال ريجون. طب يا دكتور انت بتقول لي الريجون ليه؟ هقول لك الريجون يا حبي علشان انا بسمي الفيرتبري بتاع الفيرتبرال كولم اللي موجوده في كل ريجون باسم الريجون. بمعنى مثلا يعني هنا حاجه اسمها السيرفايكال ريجون، فلما اقول لك ان الفيرتبرال كولم عباره عن 33 فيرتبري كل واحدة فيهم مع مجموعة من اخواتها هنسميها باسم الريجون. بمعنى first 7 vertebrae هنسميهم cervical vertebrae. ايه ده يا دكتور شبه cervical region بالظبط، يعني هسمي كل مجموعة منهم موجودين في المنطقة دي باسم المنطقة. first 7 هنسميهم cervical vertebrae. طيب بعد كده شباب هنلاقي 12 vertebrae هنسميهم ايه؟ هنسميهم ثوراسيك فيرتبري. سهله اهو قصاد الثوركس قصاد الثوراسيك كيج ثوراسيك فيرتبري. طيب قلت لك المنطقه اللي قصاد بطنك اسمها ايه؟ اهي المنطقه دي كده اسمها دكتور لامبر، فهسمي الجروب ده هسميه لامبر فيرتبري. لامبر فيرتبري بعد كده هتلاقي جروب من الفيرتبري كده بس فيوزد مع بعضهم، فيوزد هسميهم ايه؟ هسميهم ساكرال فيرتبري بعد كده كوكسجيال فيرتبري. خلاص وخلي بالك الساكرال والكوكسجيال الاثنين فيوزد، الاثنين ايه؟ فيوزد، لكن الباقي كله ارتكيوليتنج فيرتبري. تمام تمام. طيب
بص يا باشا، the largest vertebrae in the body هم مين؟ هم اللمبر فيرتبري، اللارجست وان هم اللمبر فيرتبري. ليه بقى؟ علشان ده عليهم اكبر ضغط يا شباب. بصوا كده، اللمبر فيرتبري، وخلي بالك ده اللي بيحصل فيهم الغضروف اللي هو الانزلاق الغضروفي، ماشي؟ اللمبر فيرتبري هو اللي شايل كل ده، فهو عليه اكبر بريجر، فاللي عليه اكبر بريجر اكيد اكيد الكارتليج اللي بين الفيرتبري والتانية اكيد ممكن يتزحزح شوية او يحصل له ديسلوكيشن من مكانه علشان البريجر اللي هو شايله كله. خلاص، المهم يعني دلوقتي ان انا عايزك تقسم الفيرتبرا كولمن بالتفصيل. اول حاجة يا دكتور، فيرست 7 فيرتبري هقول عليهم سيرفايكل، بعد كده سكند 12 هقول عليهم ثراسك، بعد كده ثيرد 5 هقول عليهم لمبر، بعد كده فورث 5 هقول عليهم ساكرال، بعد كده the last 4 هقول عليهم ايه؟ كوكسيجيال. يبقى انا كده يا شباب السيرفايكال دول كام؟ 7، الثراسك كام؟ 12، بعد كده اللمبر كام؟ 5، السكرم كام؟ 5، الكوكسيجيال كام؟ 4. تمام؟ يبقى كده يا شباب 7 12 5 5 4 لو جمعناهم كلهم هيطلع 33 فيرتبري. 33 فيرتبري. طيب عندنا منهم شويه منهم يعني articulating مع بعض، يعني ايه؟ متمفصلين مع بعض، بيعملوا مفصل، بيتحركوا مع بعض. وشويه منهم يا شباب بنسميهم بالعربي فقرات ضامره، يعني ايه؟ مش بيتحركوا مع بعض، فيوزد. بمعنى اهو ده السكرم 5 فيرتبري فيوزد، لازقين في بعض. والكوكسكس اللي هو بالعربي العصعوص 4 فيرتبري فيوزد برضو، تمام؟ لكن ال 7 سيرفايكال ارتكيوليتنج، ال 12 ثراسك ارتكيوليتنج، بعد كده ال 5 لمبر ارتكيوليتنج، لكن ال 5 ساكرال فيوزد وال 4 كوكسيجيال فيوزد برضه يا شباب. حلو. طيب قلت لك ذا لارجست مين؟ ذا لارجست هي اللمبر. طيب كده عرفنا مين ارتكيوليتنج ومين فيوزد. تعال بقى ناخد على السبوره الفيرتبرال كولم ده بالتفصيل. بص يا غالي، ادي الفيرتبرال كولم، اول 7 اسمهم ايه؟ اسمهم سيرفايكال، بنرمز لهم كده سيرفايكال، يبقى 7 سي سيرفايكال، بعد كده 12 ثراسك، ثراسك يبقى ثراسك تي اتش 12، بعد كده 5 لمبر بقول عليهم كده 5 ال لمبر، بعد كده 5 ساكرال، ساكرال وهم عباره عن فيرتبري فيوزد او فيوزد فيرتبري. خلاص، بعد كده عندي 4 كوكسكس بنسميهم 4 سي. بص يا غالي، قلت لك مين ارتكيوليتنج ومين فيوزد، كلهم ارتكيوليتنج ما عدا الساكرال والكوكسكس. يعني الفايف ساكرال ارتكيوليتنج مع بعض والفور كوكسيجيال ارتكيوليتنج برضه مع بعض. يبقى لو قلت لك بقى النمبر اوف الفيوزد فيرتبري تقول لي 9، 5 ساكرال بلس 4 كوكسيجيال. تمام؟ تمام. طيب the largest vertebrae مين؟ هي اللمبر vertebrae. طب لو قلت لك بقى how many of articulating vertebrae تقول لي والله يا دكتور 7 بلس 12 بلس 5 يبقى كلهم كام؟ 24 vertebrae articulating. خلاص، والباقي فيوزد يا شباب. تمام؟ زي الفل. لو جينا نبص على السايز بتاعهم يا حلوين، هتلاقي ان السيرفايكال، السيفن سيرفايكال دول مودريت، مودريت في السايز، لا هو كبير قوي ولا صغير قوي، مودريت عادي، مودريت. بعد كده الثراسيك ده لارجر، لارجر اكبر منها شويه. بعد كده طبعا اللمبر دي ذا لارجست، اكيد احنا متفقين. بعد كده الساكرم بنسميها شباب برود، خلي بالك عايزك تشوفها، اسمها ايه؟ اسمها برود، يعني بالعربي عريضه، عريضه فعلا، عريضه يا شباب. بصوا كده، بصوا كده، شايف الساكرم عامل ازاي؟ شايف عرضه قد ايه؟ بص يعني كل الفيرتبري اكبرهم حتى قد كده. بص بقى الساكرم قد ايه؟ يعني برود جدا يعني. خلاص، برود. تمام. طيب اللي سمولست مين؟ هو الكوكسكس اللي هو العصعوص. تمام، تمام كده خدنا مين؟ خدنا الفيرتبري بتاع الفيرتبرال كولمن. تمام. طيب بقول لك بقى يا باشا، عايز تعرف الفانكشن بتاع الفيرتبرال كولمن. احنا خدنا اصلا الفانكشن بتاع السكال، طبعا خدناها، احنا قلنا ان السيريبرال بارت ده بيبروتكت البرين ودي اصلا وكافه يعني، صح ولا ايه؟ طب الفانكشن بقى بتاع الفيرتبرال كولمن، قال لك والله الفانكشن بتاعته اول حاجه بيديك سبورت، يعني هو اللي مخليك كده واقف ستريت كده، مين اللي مساعدك انك واقف ستريت بالشكل ده كده؟ هو الفيرتبرال كولمن بتاعك، صح ولا ايه؟ اول حاجه سبورت. تاني حاجه بيبروتكت، بيبروتكت مين يا شباب؟ لسه قايل لك هنا كده في السيريبرال بارت بتاع السكال ان في كده شباب حفره او هول اسمها الفورامن ماجنم، بيعدي منها السباينال كورد. فين بيعدي منها السباينال كورد يا دكتور؟ والله في الفيرتبرال كولم. يبقى شوية اللي بيبروتكت السباينال كورد هو الفيرتبرال كولم. لما ناخد ان شاء الله الفيرتبر بالتفصيل هقول لك ازاي بيبروتكت. طيب تالت حاجه وهي الموفمنت. شباب هو الفيرتبرال كولم بيساعدك في الموفمنت؟ اه طبعا، مش هو من فوق اصلا عامل ارتكيوليشن مع السكال؟ ايه ده يا دكتور؟ والله اه والله العظيم، اول فيرتبري يا شباب عامله جوينت مع السكال اهو. امال السكال بتتحرك ازاي؟ يعني الحركه دي
ايه مع ايه؟ مع اول فيرتبري، صح ولا ايه؟ فاذا هو بيهالب في الموفمنت بتاع السكال. طيب تاني حاجه ان هو في منطقه الثوراكس عند الثوراسيك كيج كده متصل بالثوراسيك كيج، ناخد الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل في الثوراسيك كيج تمام، ومتصل مع الابر ليمبس عن طريق حاجه اسمها الجيردل او الاحزمه بالعربي، ومتصل مع اللور ليمبس عن طريق حاجه اسمها برضو الجيردل بس اللي فوق اسمه الشولدر جيردل، اللي تحت اسمه البلفيك جيردل. المهم يعني ان هو بيهلب في الموفمنت بتاع السكال وفي الموفمنت بتاع الابر ليمبس واللور ليمبس. خلاص ده الموفمنت بتاع الفيرتبرا كولم. الفيرتبرا كولم يا شباب اول حاجه بيسبورت البادي، تاني حاجه بيبروتكت السباينال كورد، تالت حاجه بيموف السكال والابر ليمبس اند اللور ليمبس، بيهلب يعني في الموفمنت بتاعته. حلو قوي. طيب لسه قايل لك من شويه او حالا الاتاشمنت بتاعته، ان هو من فوق عامل اتاشمنت مع السكال، السكال عامله جوينت مع اول فيرتبري. تاني حاجه عند الثراسك كيج مع الابر ليمبس عن طريق حاجه اسمها الشولدر جيردل، عباره عن فور بونز هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل الحصه الجايه. بعد كده من تحت عامل ارتكيوليشن او عامل اتاشمنت او كونكشن مع اللور ليمبس عن طريق حاجه اسمها البلفيك جيردل. تمام، حلو قوي 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 كده، خدنا الاتاشمنت وخدنا الفانكشن بتاع الفيرتبرال كولم. طيب لو جينا يا شباب بقى ناخد الفيرتبري، عايزين بقى دكتور ناخد كده الفيرتبري بالتفصيل. بص يا باشا صل على النبي، اول حاجه في الفيرتبري عندي حاجه اسمها البادي بتاعها، البادي بتاع الفيرتبري. خلي بالك بص لي برضو على لذيذ علشان تبقى انت ايه واخد بالك من كل حاجه. شايف اللي قدامك ده الانتيريور بارت؟ خلي بالك هي الفيرتبري على السبوره عامله كده، بس هي في الحقيقه في السكال وفينا يعني عامله كده خلاص. فلما هي عامله كده وهي في الحقيقه كده يبقى دوت يتقام كده صح، يبقى البادي ده الانتيريور بارت، ده اللي ناحيه بطنك، ده اللي ناحيه صدرك تمام. يبقى يا شباب ده الانتيريور بارت ده مين؟ ده البادي بتاع الفيرتبري. الانتيريور بارت ده مين؟ ده البادي بتاع الفيرتبري. حلو. طيب بص يا غالي، يبقى كده ده الانتيريور بارت، وخلي بالك قلت لك من شويه ده الانتيريور بارت ده هو اللي عليه اكتر بريجر، البريجر الاكبر على ايه؟ هتقوله على البادي. بيسموا البادي ده يا شباب حاجه اسمها سنترم. ايه سنترم؟ سنترم يعني بما ان هو دوت الحاجه اللي بترتكز على الفقره والفقرات اللي فوقها كمان فسموها سنترم. يبقى البادي ده اسمه ايه؟ اسمه سنترم. سنترم وده الانتيريور بارت. لو قال لك الانتيريور بارت اوف الفيرتبري تقول له البادي او السنترم. طيب تاني حاجه يا شباب عندي حاجه اسمها ترانسفيرس بروسيس. كلمه بروسيس يعني حاجه عامله كده، بروسيس بروسيس مفهومه يعني اللي هو نتوق خلاص. طيب ترانسفيرس يعني ترانسفيرس بالعرض، ترانسفيرس خلاص، ترانسفيرس بروسيس. طيب بعد كده عندي حاجه مهمه جدا جدا اللي هو ده، اللي هو ده كده اهو، اللي هو ده كده اهو اللي انا هظهره ده اهو، اسمه ايه؟ اسمه الانتيريور ارتكيوليتنج بروسيس. انتيريور ارتكيوليتنج بروسيس، انتيريور يعني انتيريور انت عارف اكيد انا مش هفسر اقول يعني ماشي. ارتكيوليتنج يا شباب يعني بيعمل ارتكيوليشن، خلي بالك بقى دي مهمه جدا جدا جدا. انا خدت ترانسفيرس بروسيس وهنا برضو ترانسفيرس بروسيس، يعني كل البروسيسز اللي هم الترانسفيرس والانتيريور والبوستيريور موجودينهم يمين وشمال خلاص. حلو قوي اهو، ده الترانسفيرس وادي الترانسفيرس اللي زي تمام. طيب بعد كده حاجه اسمها انتيريور ارتكيوليتنج بروسيس تمام، ده بيارتكيوليت مع مين شباب؟ ده بيخلي الفقره تارتكيوليت مع الفقره اللي فوقها. يعني مثلا عشان ما تتلخبطش، لو الفقره ده هي رقم 5 خلاص، فوقها الفقره رقم 4، ايه اللي بيعمل ارتكيوليشن من 5 مع 4؟ هو ده الانتيريور ارتكيوليتنج بروسيس. حلو. طيب اهو ده واحد يمين وادي واحد شمال تمام. طب اللي جنبه ده هو اسمه ايه؟ اسمه بوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس. طيب والله يا دكتور اذا كان الانتيريور بيارتكيوليت مع الفيرتبري اللي فوق، اكيد اكيد البوستيريور بيارتكيوليت مع اللي تحتها. بمعنى دي رقم ايه؟ 5، يبقى بتارتكيوليت ازاي مع 6؟ بتارتكيوليت مع 6 عن طريق البوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس. سهله سهله جدا يا شباب. عندي الفيرتبري اول حاجه عباره عن السنترم او البادي، ده البلك بتاع الفيرتبري، ده اكبر حته فيها. بعد كده عندي الترانسفيرس بروسيس على اليمين والشمال، بعد كده عندي الانتيريور ارتكيوليتنج بروسيس برضو يمين وشمال 2، بعد كده عندي بوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس برضو يمين وشمال، بعد كده عندي حاجه بقى اسمها نيورال سباين، نيورال سباين، نيورال سباين تمام. طيب قبل ما اقول لك ليه سموه نيورال سباين عايز ارجع معاك كده، ده مين؟ ده يا دكتور والله السنترم او البادي. طيب ده مين؟ ده والله يا دكتور الترانسفيرس بروسيس. طب ده مين؟ برضه ترانسفيرس بروسيس عادي اللي هو ده اهو، ترانسفيرس بروسيس اهو، ترانسفيرس اهو، ترانسفيرس خلاص. ده مين؟ ده والله يا دكتور الانتيريور ارتكيوليتنج اللي هو ده. طب وده مين؟ زيه يا دكتور والله انتيريور ارتكيوليتنج. طب فايدته ايه الانتيريور ده؟ والله يا دكتور الانتيريور ده اهو بيخلي الفيرتبري تارتكيوليت مع الفيرتبري اللي فوقها above خلاص. طيب ده مين الصغنن ده؟ ده
البوستيريور ارتكيوليتنج بروسيس. ده بيعمل ايه يا دكتور؟ والله يا دكتور ده بيهلب فيرتبري تو ارتكيوليت وذ الفيرتبري بلو، تمام، اللي تحتها. يبقى كده ده الانتيريور انتيريور بوستيريور بوستيريور. حلو قوي. طيب ده يا شباب اسمه النيورال سباين. سموه نيورال، كلمه نيورال يعني ايه؟ نيورال ليها علاقه بالنيرفس سيستم، الجهاز العصبي، تمام. سموا ده نيورال سباين، كلمه سباين يعني برضو ايه، حاجه برضو شبه البروسيس كده، تمام. طيب اشمعنى بقى نيورال؟ قال لك علشان ده بيعلو حاجه اسمها النيورال كانال، ودي حاجه مهمه جدا 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 حبيب قلبي. هو ايه اللي ليه علاقه بالنيورال او بالنيرفس سيستم في الفقره او في الفيرتبري؟ يعني ايه العلاقه بينهم؟ يعني انا لسه قايل لك من شويه ان السيريبرال بارت كان البرين بيكمل كسباينال كورد، صح ولا ايه؟ السباينال كورد بيعدي جوه الفيرتبري. فين بقى؟ في النيورال كانال. يعني الفيرتبري فوق الثانيه فوق الثانيه فوق الثانيه فوق الثانيه، والنيورال كانال دي يا شباب عامله شبه تانل كده او نفق بطول الفيرتبرال كولم بيعدي فيه السباينال كورد، تمام. تمام، انا كده خدت الفيرتبري بكل تفاصيلها. اول حاجه السنترم او البادي، ترانسفيرس بروسيس، انتيريور وبوستيريور ارتكيوليتنج يمين وشمال، وعرفنا بيعملوا ايه. بعد كده خدت نيورال سباين، بعد كده خدت النيورال كانال، ودي اللي بيعدي فيها السباينال كورد في الفيرتبرال كولن. طيب لو قال لك بقى نمبر اوف البروسيس ان فيرتبري، قول لي كده. اول حاجه والله يا دكتور ترانسفيرس وترانسفيرس 2، انتيريور ارتكيوليتنج انتيريور ارتكيوليت 4، بوستيريور بوستيريور كده 6، نيورال سباين كده 7. يبقى نمبر اوف البروسيس ان فيرتبري هتقول له 7 بروسيس. طيب ذا لارجست نيورال كانال، لارجست نيورال كانال موجوده فين؟ والله اللي بيفكر هيجيبها عادي، سهله خالص. يعني دكتور والله النيورال كانال ده اهي بيباص ثرو ات السباينال كورد، فاكيد ذا لارجست نيورال كانال هتبقى موجوده ان ذا فيرست فيرتبري اوف فيرتبرال كولم. بمعنى تبقى موجوده يا شباب في اول فقره في العمود الفقري. ليه؟ لان دي هي اللي بتقابل على طول السباينال كورد. اول ما السباينال كورد نازل حبيبي بالحضن تروح مدخله جواه. طب هو هيبقى نازل ثيك ولا ثين؟ لا طبعا ثيك، لانه هو اصلا كونتينيوتي بتاع البرين، فيبقى نازل ثيك، صح ولا ايه؟ فيا شباب ذا لارجست نيورال كانال موجوده فين؟ موجوده في الفيرست سيرفايكال فيرتبري، فيرست سيرفايكال فيرتبري، خلاص زي الفل. طيب لو قال لك بقى شيبس اوف الفيرتبري ان ذا سيرفايكال ريجون، شيبس اوف الفيرتبري ان سيرفايكال ريجون، تقول له والله يا دكتور كام؟ هقول لك انا. اول حاجه لسه قايلين ان الفيرست سيرفايكال، الفيرست سيرفايكال ديت عندها نيورال كانال فيري وايد. بعد كده يا شباب 2 3 4 5 6، كل دول شبه بعض نفس الشيب. طيب 7 سيرفايكال فيرتبري الشيب بتاعها شبه الثراسك، فكده عندي يا شباب نمبر اوف شيبس اوف فيرتبري ان سيرفايكال ريجون 3 شيبس. خلاص كده زي الفل. كده خدنا مين؟ كده خدنا السكال، وخدنا كمان الفيرتبرال كولم، بعد كده ينقصنا الثوراسيك كيج، ونبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا اللذيذ النهارده يا شباب الحمد لله. يلا ناخد برده كالعاده الثوراسيك كيج على لذيذ، بعد كده ناخد على السبوره. بصوا يا شباب الثوراسيك كيج سهل خالص. عباره عن ايه الثوراسيك كيج؟ والله يا دكتور سهل خالص خالص خالص. اول حاجه عباره عن بونه في السنترال كده، اسمها ايه؟ اسمها الاسترنوم. دي اسمها ايه؟ اسمها الاسترنوم. خلي بالك الناس رفيعه زي اهي، سامع حاجة؟ أهي 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 أهي، اسمها إيه؟ اسمها الاسترنوم. طب دي وظيفتها إيه؟ وظيفتها يا عم لذيذ، هيقول لك والله وظيفتها إنها عاملة اتشمنت للريبس، الريبس دي اسمها الريبس، الريبس عاملة اتشمنت للريبس فروم أنتيريور. تاني عاملة اتشمنت للريبس فروم أنتيريور. طيب بص يا باشا الثراسيك كيدج عبارة عن إيه؟ آدي الاسترنوم وآدي الريبس، لف بقى ورا عشان نعرف ماسكين في ايه من ورا، ماسكين في ايه فروم بوستيريور. هتلاقيهم يا شباب عاملين اتاشمنت من ورا مع ال 12 ثوراسيك فيرتبري. بس 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 انا كده عرفت ليه سميناهم ثوراسيك. ليه بقى؟ علشان بيعملوا اتاشمنت يا شباب للريبس فروم بوستيريور، تمام. يبقى الثوراسيك كيج بيكونسيست اوف ايه؟ اول حاجه الاسترنم، بعد كده الريبس، بعد كده والله يا دكتور ال 12 ثوراسيك فيرتبري. خلاص زي الفل. طيب حاجه حاجه بقى، بص يا غالي دلوقتي عندي الاسترنم دي يا شباب عباره عن 3 بارتس. اول حاجه الحته البرود او العريضه اللي فوق دي بنسميها الهيد، يعني الهيد، ماشي. بعد كده البادي، 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 بعد كده الزيفويد بروسيس، دي منطقه عباره عن كارتريدج، الزيفويد بروسيس، جميل جدا. طيب دي كده الاسترنم 3 بارتس، ادي 1 ادي 1 1 2 3 هيد بادي زيفويد بروسيس، حلو قوي. طيب بص يا غالي كمان 24 ريبس، بمعنى هنا 12 وهنا 12. بس خلي بالك هل كل ال 12 عاملين اتاشمنت مع الاسترنم فروم انتيريور؟ لا، منهم يا شباب 10 ريبس فروم رايت و10 ريبس فروم رايت هم اللي عاملين اتاشمنت مع الاسترنم. طيب يا دكتور كده فاضل 2 و2 اهو، بص كده بص كده 1 2 1 2 1 2
اهو اهو. طيب اكيد يا شباب لو قلت لك بقى number of ribs attached to الاسترنم تقول لي كام؟ تقول لي والله يا دكتور 20، ادي 10 وادي 10. طيب number of pairs of rib، number of pairs of يعني بير، كام بير؟ والله يا دكتور 10، ما هو 10 بيرز يعني 20 ribs، صح ولا ايه؟ طيب احنا قلنا ان هما كلهم 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 كام؟ 24. اللي عامل اتاشمنت مع الاسترنم كام؟ 20. كده فاضل كام؟ 4. في 2 على الرايت و2 على الليفت. بص يا غالي اهم ادي 1 2 وادي 1 2، دول بنسميهم ايه؟ الفلوتنج ريبس. الفلوتنج ريبس عشان ما بيفلوت في قلب الابدومن بتاعك، مش عاملين اتاشمنت مع الاسترنم. طيب احنا قلنا شباب ان الريبس فروم بوستيريور عامله اتاشمنت مع مين؟ مع الثوراسيك فيرتبري، صح ولا ايه؟ طب الثوراسيك فيرتبري دي يا شباب، الثوراسيك فيرتبري دي عامله اتاشمنت مع كل الريبس ولا جزء منهم برضو شبه الاسترنم؟ لا، قال لك الثوراسيك فيرتبري عامله اتاشمنت مع كل الريبس. بمعنى هم كام اصلا؟ دكتور والله الثوراسيك فيرتبري 12، صح ولا ايه؟ حلو قوي. قال لك ال 12 ثوراسيك فيرتبري كل واحده فيهم عامله اتاشمنت مع ريب على الرايت وريب على الليفت. ايه ده يا دكتور، كل واحده فيهم عامله اتاشمنت مع اتنين؟ اه. طب ما كده يا دكتور يبقى ال 12 اضرب في 2 يبقى كلهم كام؟ 24. اذا الثوراسيك فيرتبري عامله اتاشمنت مع اول ريبس، يبقى اذا يا شباب اول ريبس اتاتشد فروم بوستيريور تو الثوراسيك فيرتبري، خلاص؟ اند 20 ريب اونلي اتاتشد فروم انتيرير تو الاسترنم، تمام؟ طب فين الفور الباقيين؟ ادي 2 على الرايت و2 على الليفت، بنسميهم الفلوتنج ريبس، خلاص؟ حلو جدا جدا جدا. طيب خلي بالك بقى، احنا قلنا يا شباب دي الاسترنم اللي عامل اتاشمنت على اليمين 10، واللي عامل اتاشمنت على الشمال برضه 10 ريبس، خلاص؟ طيب دكتور معلش كده، انا شايف برضه ان الاتاشمنت مش شبه بعضه. اه بص يا غالي، دي عظمه اسمها الكلافيكل مالكش دعوه بيها دلوقتي، ودي كمان اسمها الكلافيكل، دي في الشولدر جردل مش وقته دلوقتي يعني، خلاص؟ انا بتكلم في الرب، ادي اول رب، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، خلاص؟ دول ال10 اللي ماسكين فين؟ في الاسترنم. حلو. دكتور نفس الاتاشمنت قال لك لا، فيرست 7، فيرست 7 اتاشد تو الاسترنم دايركتلي، خلي بالك يعني دايركتلي، يعني الرب بعده الكارتليج بتاعه، مش احنا قلنا الكارتليج موجود بين البونه والبونه عشان يمنع الفريكشن؟ اه طبعا، هما بيتحركوا؟ بيتحركوا، هنعرف دلوقتي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 الكارتليج بتاعهم يا شباب اتاشد تو الاسترنم دايركتلي. طيب 8 و9 و10 بيعملوا اتاشمنت مع بعض، وبعد كده الاتاشمنت بتاعهم ياتاتش فيه الاسترنم، فبنسمي يا شباب فيرست 7 دول بنسميهم ترو ريبس، يعني ضلوع حقيقيه، تمام؟ لاست 3 اخر ثلاثه بنسميهم فولس ريبس او ضلوع كاذبه. ليه؟ عشان بيعملوا اتاشمنت مع الاسترنم اندايركتلي، خلاص زي الفل. طيب فانكشن بتاع ده، بصوا حلوين، اي حاجه في السكيلتال سيستم اكيد اكيد لازم سبورت اند موفمنت، فده برضو بيعمل سبورت للشيست بتاعك، خلاص؟ البونز بتعمل سبورت عادي جدا. طيب موفمنت بقى ايه؟ خلي بالك الموفمنت اهي، خلي بالك الريبس ده يا شباب بتعمل موفمنت ازاي؟ اثناء الانسبيريشن اللي حصل الريبس تحرك انتيريور اند لاترال، انتيريور اند لاترال، ليه؟ عشان تزود من الاتساع بتاع الكافيتي علشان يحصل تمدد للتو لانجز جوه الشيست بتاعك، تمام؟ فاثناء الانسبيريشن بيتحركوا انتيريور اند لاترال. طيب اكسبيريشن بقى، بص بوستيريور اند ميديال، anterior and lateral، posterior and medial، تاني anterior and lateral، posterior and medial، تمام؟ ديت الموفمنت بتاع الريبس يا شباب، خلاص؟ يلا بينا ناخد الثراسيك كيج على السبوره، اهو الثراسيك كيج اهو يا شباب، بصوا كده اهو، دي الاسترنم ماشي، بصوا كده دي الهيد بتاعتها، بعد كده ده البودي، بعد كده ده الزفوي بروسيس، تمام؟ طبعا وراها السبينال كورد اهو، لو شلت دي قشرتها الاقي وراها السبينال كورد، جميل جدا جدا جدا. طيب بص يا غالي، الاسترنم ماسك فيها مين؟ ماسك فيها 10 بيرز بس، هم كلهم كام؟ كلهم 12 بيرز، لكن الاسترنم ماسك فيها 10. طب وال2 بيرز الباقيين؟ 2 بيرز الباقيين اسمهم فلوتنج ريبس، مش عاملين اتاشمنت مع الاسترنم، بس عاملين اتاشمنت مع الثراسيك فيرتبري. حلو كده؟ حلو جدا جدا جدا. طيب بص يا غالي، دلوقتي الثراسيك كيج ده هو بيقول لك ان هو كونيكال شيبد كيز او كونيكال شيبد كافيتي، بمعنى بص كونيكال يعني ايه؟ المخروط يا ولاد عارفينه؟ اهو كونيكال شيبد كافيتي، بص اهو هو عمل كده بالظبط، لانه من فوق عباره عن نارو
سيركل ومن تحت عباره عن وايت سيركل، فلما النارو نازله على وايت بيعمل كونيكال شيب كافيتي، خلاص مش مشكله يعني. طيب الفانكشن بتاعته ايه؟ اول حاجه ان هو بيعمل سبورت وقلنا ازاي، موفمنت برده شرحنا ازاي، ثالث حاجه ان هو بيعمل بروتكشن. بروتكشن لمين؟ احنا خدنا كل حاجه بالبروتكت حاجه، خدنا السكالب بروتكت البريم في السيريبرال بارت، وخدنا السباينال كورد بيبروتكت السباينال كورد في النيورال كانال، هناخد برده الشيست بيبروتكت مين يا شباب؟ بيبروتكت يا شباب اللانجز، اللانجز اللي هم الرئتين بتوعك، اللانجز اند يور هارت. خلاص اللانجز ادي لانج رايت وليفت، والهارت في السنترال ناحيه الليفت شويه. خلاص فالشيست بي بروتكت الحاجات دي، حلو جدا جدا جدا. يبقى كده خدنا الفانكشن سبورت بروتكت اند موفمنت، وخدنا الموفمنت ازاي مع الانسبيريشن انتيرير اند لاترال، مع الاكسبيريشن بوستيرير اند ميديال. حلو جدا. وخدنا ان هو كونيكال شيبد كيز او كافيتي، خدنا انه عباره عن ايه. اول حاجه استرنم، استرنم اللي هي العظمه ده اهي استرنم، بعد كده الريبس، الريبس ماشي 12 بيرز رايت اند ليفت، بعد كده الفيرتبري اللي هم الثوراسيك فيرتبري اللي هم برده كام 12 ثوراسيك فيرتبري. تمام حلو جدا جدا جدا. طيب بقول لك لو حبيت اعرف الاسترنم هقول عليها ايه، هقول عليها برود بون ماشي، برود بون، برود بون عظمه عريضه، ان فرونت اوف ذا شيست، ان فرونت اوف ذا شيست، ان فرونت اوف ذا شيست اهي، ان فرونت اوف ذا شيست اهي، ان فرونت اوف ذا شيست، اتاجد، اتاجد تو 10 بيرز اوف ريبس. ديت الاسترنم. طب لو قلنا الريبس بقى، قال لك الريبس دهوت والله بنقول عليه كيرفد بون، كيرفد بون، كيرف كيرف، بص اهي كيرفد بون، كيرفد بون سهله خالص. اتاجد فروم انتيريور تو استرنم، اتاجد فروم بوستيريور تو سباينال كورد او الفيرتبري، سهله خالص خالص خالص. طيب لو جينا يا شباب نجيب برضو البونز، البونز بتاع الثوراسيك كيدج كام دكتور؟ والله ادي واحد اللي هي الاسترنم، خلي بالك هم 3 بارت بس ايه فيوز ملتحمين، مش بنعدهم 3 بنعدهم واحده بس، الاسترنم كلها واحد. بعد كده عندي 24 ريبس على الرايت والليفت، يبقى كده كلهم كام 25. قال لك استنى انت قلت ان الريبس راجعه ورا وماسكه فيه الفيرتبري، يبقى تعد معاهم ال 12 فيرتبري اللي هم الثوراسيك، يطلع كله كام 37 فيرتبري. خلاص ده مين دوت الثوراسيك كيج او القفص الصدري بالعربي. خلاص حلو قوي دكتور. معلش كده انا في دماغي تساؤل كده، اشمعنى العظمه ده هي تلات اجزاء تمام بس ملتحمين؟ مفيش مشكله انا معاك ان هما ملتحمين وعندهم عظمه واحده مفيش مشكله يعني، بس اسمعنا اشمعنا الجزء السفلي ده يا شباب، الجزء السفلي ده اشمعنا عباره عن غضروف؟ قال لك الجزء السفلي ده غضروف عشان بيتصل بيه بعض الماسلز اللي موجوده في الابدومن. زي مين يا دكتور؟ زي حاجه اسمها الدايفرام اللي هو بالعربي الحجاب الحاجز، عارفينه؟ الدايفرام ماسك مثلا في الزفوف بروسيس ده، بس يعني عشان بس لو حبيت تسال نفسك السؤال يعني. خلاص طيب كده احنا خدنا شباب الريب اتاتشمنت، الريب ماسكه ازاي او عامله اتاتشمنت مع مين. والله يا دكتور عندي 10 بيرز، اول حاجه ال 12 بيرز كلهم الاول ريبس عاملين ايه؟ عاملين اتاتشمنت مع ال 12 ثوراسيك فيرتبري. خلاص دي سهله خالص. طيب 10 بيرز بس عاملين اتاتشمنت مع الاسترنم، هيبقى 4 2 ات رايت 2 ات ليفت، دول ايه؟ دول فلوتنج عاملين اتاتشمنت مع الفيرتبري اونلي، مش عاملين اتاتشمنت مع الاسترنم. خلاص ده كده ايه؟ ده كده الريب اتاتشمنت. وقلنا طبعا ان فيرست 7 ريب اسمهم ايه؟ اسمهم ترو، اما اللاست 3 ريبس اسمهم ايه؟ اسمهم الفولس ريبس. كمان خدنا يعني ايه فلوتنج ريبس اللي هم رقم 11 و 12. خلاص حلو قوي قوي قوي. بالمناسبه احنا قلنا ان احنا عندنا 12 بيرز اوف ريب، خلاص لما اجي اعدهم اعمل ايه؟ 1 2 3 4 عادي جدا، صح ولا ايه؟ فالفلوتنج ريبس رقم كام؟ احنا قلنا ان في 10 عاملين اتاتشمنت مع الاسترنم، يبقى الفلوتنج رقم 11 ورقم 12. خلاص زي الفل. طيب لو جيت احسب ذا لارجست ريب ان ذا شيست هيكون مين يا شباب؟ لو نزلت كده وبصيت على السكيلتون هلاقيه رقم 7، ذا لارجست ريب اذ 7 ريب، الضلع السابع هو اكبر الضلوع في الحجم يا شباب. خلاص كده الحمد لله خلصنا الثوراسيك كيج، وخدنا الفيرتبرال كولم، وخدنا كمان السكال. اتمنى تكون الحصه خفيفه على قلبكم لذيذه، واتمنى ما حدش يكون زهق ولا مل اثناء الحصه، وتكونوا فهمتوا كل حاجه. وباذن الله لو الشرح عجبكم نكمل معاكم المنهج، بس انتوا شجعونا كده وانشروا الفيديو في كل مكان وعرفوا كل اصحابكم اللغات ودعواتكم. وانا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.